كان في واحدة اسمها الزبيدة، دي كانت أشهر زوجة لخليفة عباسي، كانت مرات هارون الرشيد، كانت شخصيتها قوية جدا، وغير كده كمان كان رأيها كان مهم جدا عند جوزها هارون الرشيد، ده غير إن هي خلت ابنها هو ولي العهد بالبيعة بعد هارون الرشيد، وده غير إن الهدوم بتاعتها كانت موضة كل الستات بيقلدوها من بعدها. القصة بتاعت زبيدة هي شبه قصة الملكة عفت. تعالوا بقى نعرف قصة الملكة عفت في قصة إنسان النهاردة، بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل، وتكتبوا لي تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي احنا عايزين نعمل عنها. يلا بينا. علشان نحكي قصة الملكة عفت كويس جدا لازم نرجع لأحداث مؤثرة ومهمة جدا قبل كده. في الجزيرة العربية آل سعود عملوا حركة انفصالية عن تركيا علشان يأسسوا دولة عربية، بس لما السلطان العثماني شاف اللي بيحصل على طول بعت لمحمد علي والي مصر ومؤسس مصر الحديثة ان هو لازم يقمع الحركة الانفصالية اللي موجودة في الجزيرة العربية هناك، وده كان لان الوقت ده كانت تركيا كانت ضعيفة، غير ان هي كانت في حروب مستمرة مع الامبراطورية الروسية. بعت محمد علي الجيش المصري، سيطر ابراهيم باشا ابن محمد علي على الجزيرة العربية وارسل مجموعة من العائلات لاسطنبول علشان ما يعملوش حركات انفصالية تانية، وان هم يكونوا محتجزين في اسطنبول ما يخرجوش براها او برا تركيا. وكان منهم بقى عبد الله آل سنيان، وكان منهم بقى عبد الله آل سنيان، واحتجزوا في اسطنبول واتجوز واحده شركسيه كان اسمها رحتاز هانم، خلف منها 3 ولاد وبنت اسمها الجوهران، ومن الولاد دول كان واحد اسمه محمد. محمد ده اتجوز واحده اسمها اسيا هانم كانت برضو شركسيه، وخلف منها عفت 1915 واخوها زكي، بس مات لان هو كان في الجيش العثماني. وعاشت اسيا وعفت وزكي والجوهران في تركيا على معاش محمد، وكان قليل جدا لان هو كان معاش في الجيش. واسيا راحت ان هي تشتغل في الخياطة علشان ما تطلبش فلوس من حد، غير بعد كده ان هي اتجوزت واخدت زكي الصغير وراحت قعدت في بيت جوزها الجديد، وفضلت عفت والجوهران عمتها مع بعض بيعتمدوا على بعض، وكانت الجوهران هي اللي بتربي الملكة عفت. وكانت عمتها الجوهران ما كانتش بتقدر تمشي، علشان كده كانوا بيعتمدوا على معاش محمد بس. دخلت الملكة عفت المدرسة الابتدائية ودخلت الثانوية، وبعد كده دخلت في مدرسة مهنية علشان تبقى مدرسة، وهنا بقى شافت سقوط السلطنة العثمانية وأتاتورك اللي غير الأبجدية التركية من الأبجدية العربية للأبجدية اللاتينية، وغير كده التقلبات الموجودة في السياسة، كل ده أثر على الجوهران وعفت بسبب الأسعار. الملكة عفت شافت الاستقرار اللي كان موجود مع أبوها، بس بعد ما أبوها يموت تتقلب الدنيا وما تقعدش، وده غير إن هي شافت أمها اللي عشان ما تطلبش الفلوس من الناس اشتغلت خياطة، علشان كده كانت شايفة إن التعليم هو السلاح بتاع أي بنت. المهم في سنة 1931 كان الملك عبد العزيز بدأ في تأسيس السعودية الجديدة، وبعت رسالة من خلال وزير الخارجية بتاعه الأمير فيصل إن هما ممكن الجوهران وعفت إن هما ممكن يروحوا علشان يحجوا، وعلى طول ركبوا المركبة وراحوا على جدة، ومن جدة راحوا على مكة وكان ليهم بيت كبير هناك، وده اللي خصصته ليهم الدولة. بعد كده بكام يوم راح الأمير فيصل ليهم وجه يسأل الملكة عفت ايه أخبار الرحلة من تركيا إلى جدة وبعد كده مكة. هي ما فهمتش لأن هي ما كانتش بتعرف عربي. بعد كده عاد السؤال عليها تاني فهي برضو ما ردتش، فعرف ان هي ما بتعرفش العربي، فعشان كده هي طلبت منه على طول ان هي عايزة تتعلم العربي، وفعلا اتعلمته بسرعة جدا. ومن هنا يبتدي الاعجاب بين الطرفين عفت والامير فيصل، وفعلا يتجوزوا بعد كام شهر وتخلف عفت الامير سعود والامير عبد الله والامير بندر والامير تركي، وغير كده كمان خلفت الاميره لولوة وخلفت هيفا ولطيف. وبعد كده اتعين الامير فيصل وبقى ملك السعوديه، وخلى الملكه تبقى هي عفت، وده يحصل لاول مره في السعوديه ان زوجة الملك تبقى الملكه ويطلق عليها لقب الملكه. في السعوديه بقى في الوقت ده كان شايفين تعليم البنات منكر، يعني ايه البنت تخرج علشان تتعلم وهي في الاخر ملهاش غير بيتها وجوزها. اما الملك عفت كانت عارفه ان التعليم هو سلاح الست الوحيد من خلال تجربتها اللي عاشتها في تركيا، وراحت على الملك فيصل وعايزه تفتح معاه الموضوع، كانت حاسه ان هو اكيد هيرفض، بس بعد ما فتحت معاه الموضوع اتفاجئت ان هو كان موافق جدا وشايف ان دي حركه مهمه جدا المفروض يعملوها للبنات، وغير كده كمان فهو شجعها، وبدات الملك عفت في مسيرتها في تعليم البنات.
البنات في السعودية، وحصل استهجان كبير جدا من الشعب، بس اللي هي بتعمله كانت عارفة نتيجته، عارفة ان النتيجة اللي هتشرف هيشوفوا بنات متعلمة يتشرفوا ويفتخروا بيهم. وعملت دار الحنان كأول مدرسة للبنات، وده كان موجود في قصرها، كانت بتشرف عليه شخصيا، وفضلت مدارس البنات تفتح وكانت بتشرف عليهم برضو شخصيا، لغاية ما أسست قاعدة كويسة جدا من المدارس للبنات. بس يقتل الملك فيصل في حادثة غريبة جدا. المهم الملكة عفت تهتم بولادها والتعليم، بعد كده راحت الأميرة لولوة وفتحت الموضوع مع الملك عفت علشان يعملوا جامعة باسم الملك عفت في السعودية، وفعلا يتم افتتاحها مكان المدرسة بتاع دار الحنان، وتتوسع وتبقى أكبر مدرسة أهلية هناك علشان يكون المكان ده منارة للعلم للأبد. ده غير إنها أسست جمعية نادي فتيات الجزيرة الثقافي اللي تحول بعد كده لجمعية النهضة، وكانت مهتمة جدا بالأسر الفقيرة، وغير كده كانت مهتمة بمحو الأمية من كل الستات. كل ده غير اللي هي كانت بتحاول تقدمه للمكفوفين، فحاولت إن هي تقدم دورات لتعليم لغة برايل. بس في 15 فبراير 2000 تموت الملكة عفت عن عمر 85 سنة بعد عملية جراحية صعبة جدا صحتها ما قدرتش ان هي تتحملها، وتموت الملكة عفت كأول ملكة في السعودية، وتسيب طريق حفرته لأي ملكة تيجي من بعدها. ده غير ان هي كانت من اهم الداعمين للملك فيصل، وكان بياخد برأيها كتير جدا، وربت اولادها احسن تربية علشان تسيب لنا نموذج يفتخر بيه كل الشعب العربي. وبس كده خلصنا حلقة النهاردة، مع السلامة.